اسمي مصطفى رشاد، عندي 23 سنة، شاركت في الفترة الثانية بمعرض عزيز سيو من يوم 27/31. انبسطت جدا بالتنظيم، والمعرض ده من اجمل المعارض اللي انا حضرتها، وانبسطت جدا بالتجربة دي، وشاركت فيها باللوحة دي، استخدمت فيها الاسلوب التجريدي، رسمت شخصية فينسنت فان جوخ بالارت لاين، واستخدمت اللون الاصفر في تلوين الظل، واللون الاورنج في الشعر والدق، وعملت البدلة باللون الازرق، وعملت الارضية باللون الذهبي، واستخدمت فيها ورق الذهب، وهنا عملت الاطار بورق الذهب، وعزلت الفريم بماركر اسود عشان خاطر اعزل اللون الذهبي بتاع فريم اللوحة.